لم تكتفيا بتحويل سوريا إلى أطلال، فأطفال النازحين هدفهما الأكبر نحو تمرير وتكريس إرهاب الإخوان في العالم. هكذا عمدت تركيا إلى جانب قطر لدعم مئات المدارس السورية على أراضيها، لا سيما في المناطق الجنوبية على الحدود مع سوريا التي يعيش فيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. مدارس من الداخل تبدو كمدارس شرعية، لكن تبقى عبارة ما خفي كان أعظم تغلف كل ما اجتمع حليفتا الشر تركيا وقطر على إدارته. المدارس هدفها نشر أيديولوجية الإخوان بين التلاميذ السوريين، إضافة لتعليمهم اللغة التركية. تتلقى تمويلا مباشرا من الدوحة عبر رجال المعارضة السورية مدعومين من أنقرة. لا خير من وراء تركيا وقطر، فالغاية تظل خبيثة حتى وإن كان تمريرها عبر أطفال أبرياء.